FM. الكلمة ليك. الناس اللي باش تشد النقابة اليوم في المستقبل يلزمها تحط قدامها الأمن الجمهوري كيفاش المرحلة القادمة العشرية القادمة، وهذه رسالة الأمنيين قدامكم، الأمن الجمهوري كيفاش يمكن تحقيقه من أجل البلاد هذه من أجل تونس. غدوة تصير حركة احتجاجية في الشارع، أنا راه نرفض باش نقتل الشعب التونسي، وحتى مجرد باش نضرب الغاز راني نرفض ندافع على الممتلكات الخاصة والعامة. صحيح بأي طريقة بربي سهل، إذا كان الطرف المقابل عنيف مثلا كوكتيل مولوتوف وانت وذي الأمنيين يقولوها يعني هذا أنا نحكي والحجر يعني كيفاش تواجهه بالأزهار؟ لا, 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 لا لما يكون مولوتوف نحكي على احتجاج سلبي بطبيعة. أنا كي نحكي على احتجاج سلمي لا يمكن تفريقه بالغاز وفي حالة العنف هذا ندخله في العنف المتبادل. أنا عندي القوة المشرعة بالقانون، لكن القانون شنو اللي عندي؟ اسكو عندي قانون عند ضرب على التور؟ هذا هو المشكل، ما تطورش راهو احنا راهو نحكيه والناس مش فاهمه، هذا هو الاوبستاكل. القانون عند كابافان الكلمه ليك.